السلام عليكم ورحمة الله. باسمي وباسم زملائي نشكر الأستاذ محمد سكران على جهوده المتواصلة والبناءة والمواصلة والمواظبة على الباحثين عن الدعم للكلية التي بدأت أول خطاها نحو النجاح في هذه المحافظة وأول خطى ناجحة، وإلا لما كانت هذه الوجوه البيضاء التي تحمل النقاء أمامكم. بصمتكم الأولى سطرت بعون الله تعالى، وكذلك نحن نضم صوتنا إلى صوتكم عن البحث عن الداعمين، ونقول لهم ستثمر بصمتكم إذا صنعتموها في هذا المكان المقدس، ستثمر يوما ما وستعود علينا جميعا بالنفع ويدا بيد لبناء يمن الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.